مكياجي النهاري عبارة عن little bit of concealer, حواجبي, blush ومسكرا. يعني أنا ماني خبيرة, أوكي, بس يعني من خلال تجربتي بهالمجال شوي كتير تعلمت وتعرفت على أشخاص, قدرت إني أتعلم منهم حيل وتريكس. لازم كل مرة تعرف شكل جسمها وشو بيناسبها. يعني مش كل ما طلعت موضة جديدة أو قصة جديدة معناتها خلص إنه هي بدها تلبسها كمان. لازم تنتبه إنه في أشياء أو قصات ما بيزبطوا على جسمها. This is number one. يعني قبل ما تفكري بتشتري أي شيء تأكدي إنه هاي القصة بتناسب شكل جسمك. بس في يقول انه يعني الاشخاص يلي بيكون التورسو تبعهم يعني الجزء الاعلى من جسمهم بيكون اقصر من الجزء الاسفل من جسمهم, ما يحاولوا ما يلبسوا خصر عالي, لانه الخصر العالي كمان بياخذ من طول المنطقة العلوية, فبيبين الجسم مش proportional, والعكس صحيح. للنساء أو للبنات يلي حابين إنه يبرزوا خصرهم أو معالم جسمهم بطريقة كثير feminine and nice, فيهم مثلاً حتى لو لابسين شيء واسع ببلت صغير أو حركة صغيرة أو حتى إنه يربطوا جاكيت على خصرهم هيك كاجولي بيطلع كثير حلو, كمان بيعطي شكل جسمهم كثير حلو. للمرأة القصيرة أو يلي مانا طويلة, خليني أقول ما تلبس طول تحت الركبة أو هالطول اللي بقص الإجر أصل, لأنه بتبين أقصر من ما هي. تحاول إنه دايماً تلبس يا شيء طويل على الآخر مكسي أو يكون طول فوق الركبة لحتى يعطيها شوي طول لأجريها من تحت. شو بعد؟ أوف, في أعطيكم كتير تبس يعني, بس هو اللي بيكفوه.